عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا مننساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن افتتاح معرض جزائري في عام افتتاح وزير الثقافة الجزائري كمان العديد ومتنوع من اللباس التقليدي الجزائري للترويج للباس التقليدي الجزائري. بالتوفيق يا رب العالمين لأهل الجزائر، واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد. وما تنسوش الشير واللايك وكمان تدوز على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. السلام عليكم.